للجناين من خدودك بكي وغار، والشمس مالت للمغيب والليل صار النهار، من فرحتي جنيت والدمع سال مدرار. اشياء الام والام حنونة ما بتفرق بين ولادها تجمعهم. يا شام يا ميمت يا حنون، شديت الهجن للسفر جلابي، ترعاني هاتف تلك مدولابي، شديت الهجن للسفر جلابي، ترعاني هاتف تلك مبروك تقبرني. خطبت لك يا الله يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اصبحنا واصبح ملك الله. عليم حليم إبراهيم. سامحني أخي، برحمة أبوك سامحني لي ما شاورت. شو هاد لك أخي؟ أنت ليش لابس هيك؟ أنا طلعت الجيش. بالجيش؟ ليش لك أخي ليش؟ ليش لأني ضربتها؟ لا والمصحف الشريف، أنت بتكون على راسي من فوق أخي. بس أنا عملت هيك لساعدك ووقف معها وشيل عنك همي وحملي. لك مين قال لك إني هاكل همك؟ مين قال لك إني هاكل همك لتساوي هيك؟ سوا هيك لأنه رجال. رجال وذكرت وقبضاي. أهلين بعمي المختار. كيفك عمي؟ الحمد لله. كيف ضبطت أمورك؟ إيه الحمد لله، بمعيتك ومعيت الأستاذ فارس. مختار، أنت بتعرف إنه إبراهيم عم يساوي هيك؟ من أولها.
ابراهيم جدع، ما حب يقول لك لانه عرفانك ما رح توافق وما بده يكسر كلامك. فوت لعند الميمة فوت. هات عمي هات. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن برني يا بي، اعطي نمر يفتح الباب. على راسي يا بي. سمي بالله نمر، سمي بالله. ثانية اوه بيمشي مرفوع راسه. اوه اصبعتي مدوحة والتانية مبقبقة. انا خالتي العريس مالي ملقلقة. ايش وكبة وطعموني. اوه بدي اياها تكون مسلسقة. تعي تقبريني كأي عندي تاعي تاعي. ان شاء الله الهي الف مبروك يا حق، ألف مبروك. هو يقبرني يا لويس. خشي يا خشي. قطع غيره. سلامتك عم يا بساطو. سجل لي اعمل بعد امره. تأمر. دير لي بالك على البسطة. انت جار ادمي، انا بحبك وبحترمك كثير. رب العالمين وصى بسابع جار. اخ اخ لو الناس تعرف شو معنات كلمة الجار. ايش كان دفعت كتر خيرك، ما دفعت كتر خيرك، ماشي الحال؟ ونعم الجيرة يا عمي يا بساطو. بدي احكي لك سيرة. بالزمانات سمعت سيرة حكولي اياها انا وصغير. مرحبا بساكو. اهلي بدري، اهلي بالعشاء. هذا يا سيدي كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على النبي، عنده جار يهودي. شو يهودي؟ كان هذا اليهودي غزير وأي أدب ويكب الزبالة قدام بيت النبي عليه الصلاة والسلام. بس سيدنا النبي كان يتحمله، مو لأنه غليظ من حمل، لا، لأنه سيدنا النبي كانت أخلاقه عالية. فهمتي؟ عزوز هاولي صحن فول وكتر لي توم وزيت. اتكل لشفلك إذا عندنا بواقي. أبو السبعاوي؟ بواقي؟ أنا أبو عبدو آكل بواقي؟ أنا الحاضر. تفضل كل عمي معي، تفضل. كتر خيرك، صدت نفسي ما عاد بدي آكل. شو يا؟ مو جاي؟ شايف لك بلش سعد الخبايا. شو عرفها؟ رجعت تتفتل الحرباية. يمكن إجا موسى بالتين. شو عرفها؟ لأنه رجعوا بتنسحين جاي. أمساكو؟ مو عندك سوارة عقياسي؟ وحياتك ما في تشكل قاسي. ولك ابني، انت بدك العنب ولا بدك تقتل الناطور؟ بدي العنب. خلاص البنت مو لها. شلون مو لي؟ وانا خاطبها رسمي من اهلها وحاكي مع ابوها، وهذا اللي صار مع الجماعه. ولك انو خطبه وانو جماعه؟ انا خاطب البنت من ابو نمر بذات نفسه الله يرحمه. وابو نمر بذات نفسه الله يرحمه ما قال لك ايه؟ وانت شو عرفها؟ شو عرفني؟ انا اللي قايل له ما يعطيك، منيح هيك؟ انت؟ ايه انا. لانه ما حدا شهد فيك بالمنيح. هلا انا ما حدا شهد فيني بالمنيح؟ هلا قالوا انك قبضاي وشغيل ومالك برده. لكن شو اللي بيعيبني حتى قلت له ما يعطيني؟ يلي بيعيبك هو اكثر شيء بيعيب الرجال. وشو هو؟ البخل. بخل؟ ايه نعم البخل. قال له مين بيعرفك؟ قال له الله ثم الجيران. عليم الله ما في حدا من الجيران الا حكى عن بخلك مع اخواتك وامك بعد موت ابوك. بتقدر تنكر هذا الشيء؟ لك ابني اسمع مني، والله لو بتعمل كل الواجبات اللي عليك واللي فرض عليك رب العالمين وبتغضب امك ولا ابوك ما راح تشم ريحه الجنه، ما راح تشم منوب، ورايح خايف على البنت انه تضيع منك. ولك روح يا ابني، روح روح دور على الجنه اللي عم تضيع من بين ايديك. اخي والله بهدلته وقلعته وقلت له هالمحل الك وابنيا، واذا بدك بجيبه براسه براسه يجي يستعذر منك. ايه بس روي. ما بدي. اروق ابو الشام، اروق. والله لهلا ما حدا رضي يفطر، جبت لكم مغاجه بلحمه وبقشطه. بمناسبه خطبه ساميه، مو بتحبها لساميه بنتي؟
خلاص كرماله. يلا اخي قايم. يلا يلا بخاطركم. امي خذينا معي. الله يرفعك امي. تطلع على قبري انت اخر العنقود. هات بوسي هات. بتعرفوا ليش اخذ اخوكم هالاجدب معي؟ لاني ظريفه بسمع الكلمه. لا اخذتك معي لحتى تنتعلي هالغراض. اسمعوا لا من وصلتك لعند عمتي الخانم بتبوس ايدها وبتتكي. لوين؟ لوين يعني على الكتاب؟ اذا حلفت علي. لا ما رح تحلف. اسمعوا لا زكي حسك عينك لسانك يزلق يمين شمال لسانك بقصه فهمان؟ خلص ما رح احكي ولا كلمه حتى انت تقليلي. لا شوف دي بيامو ديري بالك على اخواتي. حاضر يامو حطي الطبخه على النار. لا يامو بس اذا تعودت وقدن الظهر ولقيتيني ما اجيت حطي الطبخه على النار ونوصي تحتها. نوصي تحتها واصحك هدول العفاريت يفوتوا لجوا. اصحكم تفتحوا الباب لحدا. يلا فوتوا لجوا فوتوا لجوا. امشي قدام. ان شاء الله الهي ما بنشوف الدور يا حبيبه قلبي. يلا قومي قومي اعملي لك فتله. يلا يو يا محمدي ان شاء الله ما بيفتل لك قلب على غالي. يا حق لك يا اختي راح سائل سماعي ما بقى غير دقيقه اخلاق. يو رحمه النبي قومي خليها. الله 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 مبارك عليه. يو لك صلى يا بنتي صلى. والله نسيت الرقص والفقش. لك صلى وقت كان هالعود اخضر. ولهلا عسلامته اخضر وريان مثل عود الخيزران. لك ان شاء الله بتبري قلبي. لا يجبر خاطرك مثل ما عم تجبري بخاطرنا. بعد الشر عن قلبك. يلا لا تدللي ام درويش. والله ما عم بتدلل. يو ايه ايه خالي ام درويش برحمه ابو درويش شفتلي لك فتله. شو هالحكي شو هالحكي ذكرتيني بالذي مضى. الله يرحمك يا ابو درويش. سكت وكان يغني لي غنيه بتاخذ العين. كان يقول لي ام درويش يا ام درويش. لا لا على عافتي والملاي كمان. يلا ردوا معي. ام درويش يا ام درويش من غيرك ما بقدر اعيش. ام درويش يا ام درويش من غيرك ما بقدر اعيش. ام درويش يا حبي وانتي ساكنه بقلبي. ام درويش يا حبي وانا طالب من ربي من غيرك ما بقدر اعيش. وام درويش يا ام درويش عجيلك شوي. ايه فهمنا شو بصلتك محروقه. يا مو خلينا نمرق على السوق شوي لازم نزرار وتنتنى للشقفه اللي جبتها معي من بيروت. مو وقتها هلا. ليش؟ بدنا نلحق نروح نشق على اختك جميله ونرجع على البيت قبل ما يجي ابوكي. طبخوا طابخين والبيت مثل النفجه شو ورانا؟ لك بنتي بعرفك لما بتنزيني على السوق بتفتليني ساعه على قدام رجلي بعد الاخير ما بيعجبك العجب. لا اطمني صار يعجبني العجب وبعدين ما عاد خليكي تتفتلي بالسوق. صرت اعرف اللي بدي اروح لعنده دغري. لعند مين؟ يو شو لعند مين؟ لعند الغرب. امشي لشوف اذا طولتي بقصر المشوار وبرجع من نص الطريق. امرك مرت المختار. والله تقولي انت المختار. وهي القصه مختار من باديها لتاليها. لك يا قسام انت واحد ادمي وابو محجوب ادمي كل مين له حق بياخده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اليوم محجوب. اليوم تفضل تفضل. الله يزيد فضلك يا مختار. شلونك ابو محجوب؟ الحمد لله سيدنا الشيخ خليل. دائما الحمد لله. والله ايه ابو محجوب هات شوف احكي لنا. عم يقول قسام انه له حق عندك. انا رح احكي لكم الحكايه من اولها وانتم احكموا. تفضل قول. اجى لعندي ابن خالتي وقت طلعوا التراك من البلد وقال لي في قطعه ارض كبيره لجماعه تراك بدهم يبيعوها رخيصه وبلاش وما بعرف شو. وقال لي ناقصني 5 ذهبات وإذا بتدبر لي ياهون بربحك على قد الذهبات. قلت له لا رح اشوف لك واحد يعطيك ياهون. أنا لا بدي ربح ولا خسارة دين من راسك لراسه. وشفت قسام والزلمة والله ما قصر وقال لي إنه هذا الزلمة يعني بعرفه وطيب ومن حلال وإذا بتكفله بعطيه 5 ذهبات. يعني كفلته؟ إيه والله يا مختار ابن خالتي وربيان أنا وياه وبتأمن على الروح. إيه كفلته. هذا اللي صار يا قسام؟ إيه مختار هذا اللي صار. وأنا يا أسيادنا شو بيقول الشرع؟ أنا حاضر. يا أخوان قال الله في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. صدق الله العظيم. إيه بس سيدنا، العرف عنا هون بيقول الكفيل سداد، وانت أخذت الذهبات من الرجل معناته الحق عليه. اللي بتأمروا فيه يا سيادنا، بس أعطوني فرصة لأتصرف. شو يا قسام؟ مختار انت فصل وأنا بلبس. ومحجوب فكر شو بدك تعمل وخبرني. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله معك. الحمد لله على السلامة، نورت الشام. الله يسلمك. تقبريني يعني شفته يا أمينة هنيك؟ يعني شو شفته؟ عم بيطلع على قبري يا حبيبي. شو معك شايفتيني؟ أنت ودلقي وحامل هدايا، ما بتقلي لي تفضل؟ يو لا تواخذني جناب الأنباشي، تفضل تفضل احترامي تفضل. يعني انبسطتي؟ الحمد لله عمي، بحكي لك هلا بحكي لك. هات لي عمتك. يلا الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. يو وليش هيك واقف مثل العسكري؟ وشو هاد يلي بايدك؟ قطة خيرك عمتي، ما في شي حرزان؟ بس هيك اشتهيتك فيهم تقبريني. هدول قطعتين قماش، الاولانيه جورجيت خانو والثانيه جليتا وجليتي. يو يا حروف يا زهزهان، جايبتي لي قماش العشاء؟ قال بعد هالكبره جبه حمرا. عازي وعوازي، عازي وعوازي، شوفوا مين عم يحكي. ايه الله وكيلك. وبزمتي بزمتي بزمتي بتحطي الصبايا وبنات البنوت بجيبتك وبتقولي ما شفت شيء؟ ولك الله يشمر بخاطرك. وانت شبه ليش هيك واقف ومقنبط مثل المعسفه؟ ما تعود ولا تقلي بنت اخوك يعود. بيلو يعود، نملوا رجلي للولد. عود بس. تعا تقبرني، تعا عود 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 عود. اي والله فتحي ما في منه زينة ولادك. طمنيني عمي، شلونك؟ شلون اخبارك؟ والله والله اشتقت لك من نص قلبي من صمصيم. ايه موضوعي سيرة لك موضوعية. تضيع وما تلتقى. انو سيرة؟ عم تقول لك فتحي ما في منه. ايه قوم فز على الكتاب، تأخرت. والله ما كان متأخرت، انا دائما بتأخر. لا ايه هدي هدي هدي. امينة جيبي فستق وقضام لفتحي افندي، خليه يروق، ما بيهون علي زعله. روق ابو شادو، ضحكتك لورا ادانك. روح الله يقصر لك رقبتك قد السمس، مع قد ما بتخجلني فيك ببين فجعان لك عمتي فجعان. خلص لك خلص زهزهان، اتركيه ولد صغير هذا. يلا احكي لي بالتفصيل شو صار معكم. هني فتنا لك لعند هالحكيمه على العياده. شو عياده؟ شو هفافه؟ شو نظافه؟ ان شاء الله ما بتبلى مثل القمر. الحكيمه مثل القمر يا عمي. وشوف لك شو بدك فيها اذا كانت مثل القمر ولا لا. احكي لي شو صار معكم. اهو بخصوص جميله. لك عم بخصوص مين؟ بخصوصي؟ اخي عمت يعطيكم العافيه. اهلين سهلين خانم. ايه الله يعافيك يا اختي. الله يوفقك. بدي 3 دروع ساتان احمر. تكرم عينك خانم، ما تقولي غير صاروا جاهزين. ما لي اشرب مي؟ تفضلي اختي حسابك. تفضلي عندي هاللونين فاتح وغامق. لا هذا يا ما بدك شي غيره؟ لا يا عم. تفضلي خانم. سلام عليكم. معوضين. يعطيكم العافية. مع السلامة. شو هالجميلة هي؟ عم قلك يا عمي حوطت طبقاية الكرسي. ايه انا اخته اخته ما بيطلع بايدي اعمل نص اللي عملته. دخلك شو قالوا لها لما خطبتها لجوزها؟ ابوها قال لها اذا انت ضرتها وبهالاخلاق وهالركازة وهالحشمة فشلون العريس؟ موافق على بياض وبنتنا بنتكم دغري قبل. شو هالجماعة هدول؟ باين عليهم اكابرلية كتير. دخلك والبنت شلون شفتي ليها؟ يا عمتي يا عمتي يا عمتي، قمر مصور قمر مصور، عقل وجمال وكمان مرستقة. شو يعني؟ يعني كل شي فيها على تقانينه عمي. الوش مدور، هي كذا كذا، كون كفاية يعني منيحة. دخلك مزبوط مثل ما قالت لي جميلة إنه في عندها ولدين من جوزها المرحوم؟ إيه عندها ولدين، بس أبوها قال إنه رح يخلوهم عندهم بطرابلس. ها
يعني ما بدي تجيبون معه. يو اسمعوا على السمعة، واحدة جاية تتجوز تنتع وراها انبعوا زنبعوا اطقروا سحر حريشك يا عمتي، والله يضحكني وما جاي عبالي اضحك. بس وينك عمي مجربها يعني بتجيب ولاد؟ اي حاجة بقى استحي على حالك. لك قصدي لك انه المرة حبيلة وليدة عمي. ولعي بقى فبت يا حيتي. معناته رح مر لعند ابو كامل وخبره، وانتو خبروا باقي الزعامات. تفضل ابو رجدي. يلا يلا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يلا يا رب يا رب يلا يا مسهل. تفضل 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 شريف. يا اهلين يا ابني يا حسن. يا شيخي. هلا يا عمي حسن. يا مختار ميسرك. يا بي كنت بدي هلا ما قلت لي شو صار مع جميلة بطرابلس؟ والله يا بي شايفت لي عروس. الله أكبر، يعني ما منها رجال؟ ليك الظاهر يا بي أصيلة بنت أصول. دير بالك عليها يا بي، اوعى تتخلى عنها. بيستاهل يشكون قاسي، والله بيستاهل. والله يا مريم، واللي طهر ستنا مريم وفاطمة الزهرة انه كل همي حسن يفرح قلبه ولد. يو اسمعوا للحكي، ليش انتي ما بتحبي الاولاد اختي؟ في مرة ما بتحب الاولاد، بس حسن حسن يقبر قلبي. حسن هو ابي وامي واخي وابني كمان. اي والله عم اصدقك. شو هي عم اصدقك؟ ليش بالاول ما كنت تصدقيني؟ لا يو حاشاكي اختي، يعني بالأول ما كان عندي إحساس، يعني ما بعرف شو هذا الحكي، بس هلا بعرف وبعرف منيح كمان. ليش شو صاير معك؟ يي شو صار؟ صاير أشاوي وبلاوي يا خيتي. احكي لي. شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك. الحكي مو مثل الشوف، مو مثل الشوف، إن شاء الله بيقبر قلبي. وليه؟ منو هاد؟ ابن أكبر راس بالحارة، مو بس بهي الحارة، حارات الشام كلها. اوف اوف اوف، مين هو؟ سمعت لك سمعه. قال شو؟ إلو اخ متجوز بنت المختار. ايوه انا مختار. ابا شاها مختار بالحاره. رح تجنينيني انت، لك عن مين عم تحكي؟ يوه شو بنا اختي، ما حلك تنسي. مو هديك اليوم كنا عند منك وجا لعندك شب وجاب لك علب المحلي، قلت لك هذا هو. سلفي تيسير، ردي صوتك تقبريني لامك بتسمع. ايه تيسير، شو صار بالقهوة يا بنات؟ خلصت يا مو خلصت. منين هاي حنوني؟ شو دخلك بهالقصة؟ لك عم مشان شو عم تعجيني اياها؟ شو هتقول لي هي لايش؟ لك هاي محرمة بيشتريها واحد عشقان، هويان، هيمان، وبيبعتها هدية للي بيحبه ليوصل فيها رسالة. ايوه وشو بيكون عم يقله فيها؟ بيكون عم بيقله انا وقعت والهوى رماني وهي محرمتي من شان ما تنساني. ايوه هلا فهمت. سيد راسي معلمي كبيرنا زعيمي، مو مرة قلت لي يا ريت نلاقي تنتين اخوات ونصير عدايل انا وانتي؟ الحمد والشكر لله اني ما لقيت. ليش بقى؟ اخي انا ناوزي وخلقي براس مناخيري، يعني يمكن حردها على الطالعه والنازله، بيناسبك هالشي؟ شو هالحكي؟ على الطالعه والنازله بدك تحردها؟ لا ما بيناسبني. ايه خلص معناتها بلا لك اياها، ما لك مصلحه. بعدين اختها كتعة وعوره وما لها اسنان، لك مصلحه؟ العمى كتعة وعوره وما لها اسنان؟ دخلك قدرانة تمشي لسا؟ شوف يعني إيش كان بناسبك أنا ما عندي مانع، بس هي بس عندها سبع أولاد. إلي عديل رجعونا الذهبات عمي بطلنا. دخلك قديش عمرها؟ تفضل معلمي. وليش جايبها يا عمي؟ معلمي هي مو إلي، أنت دفعت له حقها لأبو عبده. أيوه وقديش عطته حقها؟ 5 ليرات ذهب. تعرف قديش حقها هي؟ لا والله قديش. هي بتسوى كنوز الدنيا ذهب، تعرف ليش؟ ليش؟ لأنه قلعت عيون الأعادي وبرتها قدام الناس. ومشان هيك خليها عندك هدية بتلبسها لعروستك بس تتجوز بإذن الله،
وبتحلفها يمين ما بتبيعها طول عمرها. طيب معلمين فيني اطلب منك طلب؟ تفضل. خبي لي عندك بالصندوق. على راسي. وبس تتجوز لك مني اخت هدية. الله يديمك فوق راسنا يا يابي. الله يرضى عليك. الله يرضى هيك. بدك يانا نتم دائما تحت رحمته. ها يا ابو مروان، انت ليش هيك عم تفسرها؟ يا ابو رشدي، المشكله ما لها تفسير تاني. هدول اذا ما بيجوا يوم واحد والعدرا بيكركبونا وبيكركبوا السوق كله. لك هي كلها شقفه، شو شقفه طنبور يعني، خشبه وكديش. طيب بس انت لوين بدك توصل؟ وين بدي اوصل؟ بدي اوصل لحل نهائي ما يوقعنا بنفس مصيبه مره ثانيه. طيب شو بدك تساوي؟ بنكفي حالنا بالطنابر. وكفينا حالنا بالطنابر وما عدنا بحاجتهم ولا تحت رحمتهم مثل ما عم تتفضل. فكرك خلصت المشكله؟ معلوم خلصت. طيب واذا حاره المطاحن بطلوا يطحنوا لنا، شو بنعمل؟ بنجيب مطحنه وبنطحن لحالنا؟ واذا النحاسين والقماشين وغيره وغيره؟ لا هيك كبرتها ابو رشدي، كبرتها. أنا ما كبرتها، هي كبيرة، الدنيا كبيرة. الله خلقنا لنخدم بعضنا البعض، لنساعد بعضنا. أنت بتعرف إنه الدنيا بكل ما فيها بتموت إذا كان الفراشات ما انتقلت من شجرة لشجرة. دخيل الرب. أيوة، لازم نفكر كلياتنا كيف ما نستغل بعضنا، كيف نساعد بعضنا، لأنه ما في حدا بيقدر يستغني عن الثاني. الله في عون العبد ما دام العبد بعون أخوه. يا عمك تيسير. مرحبا عمي، شلونك شكري؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم سيد المعلمين. والله يا عمي شكري. شو خير؟ حدا جازك؟ صار لك شيء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لا اخي انا ليش لحتى يكون حدا عاجني او شيء؟ لا بس انا شكري كان عاوزني بشغلي اخي. ايه انا عاوزه بشغلي. لا تاخر على اهلك، الله يرضى عليك. يلا امشي ابي. يا ابي انا بعيان شوي لانه بدي خفف دقني. مالها طويله. اخي كمان شكري عاوزه لرشيد بشغلي. ايه انا كمان عاوزه لرشيد بشغلي. شايفك عاوز الحاره كلياتها. شو بدنا نعمل ابو حمدي يعني؟ وبيت محتالين. لا تاخر يا ابي. يلا سلام عليكم. الله معك اخي. السلام. بعت لك حمى انت وياه. شو عاوزكم انا؟ شلون شو عاوزنا؟ بدك تعزلنا على سودا ونخاعات انا ورشيد؟ العفا يا حرام، ظلموه. خراش عمرك ابو العوم. خراس. السلام. فين عم شاهين؟ الله يديمك فوق راسنا يا يابي. مش واقف هون يا ماما؟ عم انطرك لتفتحي لي يا ماما. فوت حاجتك مقلسة، بدي ضل استناك على طول. يا رب. قول لي بعمرك يا ماما. شو وينها جميلة؟ بأوضتها. جميلة؟ تركيها يا ماما، تركيها هلا بطلع لعندها. على راحتك، حط لي السلة بتمن المطبخ أنا بفضيها. خلص أنت تركيها يا ماما. جميلة بتفضيها على بكرة. مثل ما بدك، اطلع لعند مرتك. أهلين تقبرني، إمتى أجيت ما حسيت عليك؟ جميلة أنا حكيت مع أبي. وقال توكلوا على الله. إن شاء الله ريتو ألف مبروك، لحط لك عشاء. عادي عاوزك. جميلة أنا حاسس بداخليتك.
وبعرف انه هالفرح والضحك تبعك مو من جوات قلبك. غلطان غلطان تقبلني غلطان. ليش مين قال لك انا فرحانه؟ صار لي سنين مالي فرحانه، سنين كل يوم بدوس على قلبي 100 مره شوفك مجعوز بدوس على قلبي، بسمعك عم تتنهد بدوس على قلبي، بسمع مرت عمي عم تدعي لك ولد يفرح قلبك بدوس على قلبي. ما عاد بدي اياه، بدي اقيمه من صدري وزدته. ما عاد بدي اسمع كلمتي يا حرام يا حسن، ما عاد بدي. تجيب ولد، تجيب ولد نايم هون على صدري. بدي اياك تكون فرحان، انا بفرح لما تكون فرحان. لا تاكل همي، لا تاكل همي، انا معك لحتى اموت. الله الله يا جملو، الله الله يا جملو. صدق بالله يا أخي، لما أجيتني لابس عسكري ما عرفت حالي زعلان لما مبسوط، بس لما قعدت وقلبت القصة بعالي طلعت زعلان يا أخي. حبلك ليش. العسكري يا أخي ما له ملك لحاله، العسكري بيصير زلمة ملك الحكومة، وين بيحطوه رب العالمين بيعرف، والحرب إمتى بتقوم كمان بيعرف رب العالمين. يعني هيك يا أخي بتكون كركبت حياتك كلياتها بس مشان تساعدني. أنا فهمتك أخي وفهمت شو بتقصد تمام، بس أنت الله يوفقك فهمني. اليوم أنت لحالك بحالك عزابي، بس بكرة من كل بدك تتجوز، يعني رح يصيب رقبتك عيلتين، وإذا أنا الله كرمني وتجوزت صرنا 3 عيلات. شو يعني لك أخي؟ لكن هذا المحل شو عم يساوي؟ المحل ما بيكفي، بس بإذن واحد أحد المحل ما معاش الجيش بصير بيكفي. يعني ريح بالك على الأخير، أنا اللي عملته وعملته مشاني أول شيء. بعدين لك أخي، إذا صار شيء على هاي البلاد أنت رح تضل متخبي يعني؟ أعوذ بالله، أنا روحي ودمي في دشام وأهلها. يعني شو فرقك بيني وبينها؟ اللي دب فينا الروح وحده بيطلعها. كبرت يا إبراهيم، والله كبرت وصرت رجال. روح الله يكملك بحالك. العظيم ربعنا، وأنا بنام بالدياب. نعم. قالوا بالشتا وين بدك تنام؟ بيصير برد. وانا بيني وبينك يا ابو رشدي البرد ما عاد وطن. ركبي عم تنقز علي وعم يرنك الدم ببدني وكل اصابيعي عم تنمي. يا سيدي الله يشفيك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه سيدي، بشو بتنصحني؟ شوف لي لك يا ابو نظمي، صار لك حصه قاعد عم تاخذ وتعطي معي وما فهمت عليك ولا شيء. انت تماما شو بدك؟ ايوه هذا ابني الله يسلم له كبر وبده يتجوز. مظبوط. قامت مرتي راحت لحتى تخطب له، راحت لعن جماعه مستورين قالوا لكم لا بدنا لا احمر ولا اصفر، غطوه وخذوه. شيء كانك قاعد معنا والله. ايه جيتوا على السكنه، وين بدكم تسكنوا؟ وين بدكم تسكنوا والبيت ما في غير مربعين؟ قامت مرتي شو قالت لي؟ قالت لك بنعطيه مربعنا، وانت شو قلت لها؟ ولك ابو نظمي، ولك ابو نظمي، قفصت القصه خلصني. بدي تحكي لي مع ابو محجوب بشان يعيرني كتفه. خلص انا بقول له وبعمل جهدي انه يعيرك كتفه، واذا ما عارك كتفه بعيرك راسي. روح، الله لا يحيجك الا لوجهه الكريم، ولا يخليك يا ابو رشدي بديقه، ويشهدك رشدي بجاه سيدنا محمد. يا حليم يا كريم يا وهاب يا رب. أمي اليوم ليش تأجليها لبكرة؟
لك امي لاني ماني طاقه. بعدين انتوا عشية بترجعوا من شغلكم مهلوقين من الجوع، واذا ما لقيتوني طاقه لتاكلوني. امي بعمل لك سبيحه كباب هندي اللي بدك اياه، بس اليوم بتروحي لعند الجماعه وبتعطيهم حق ملبوس البنات وخليهم يستعجلوا شوي بالخياطه. امي بوس ايدك لا تعلي لي قلبي بهالجوازه. لك يا امي يا حبيبي، ما بصير نعطيهم حق الملبوس لنكتب الكتاب، شبنا يا مو انت عطيهم وبعدين بنكتب الكتاب، الجماعه ما حيطيروا. والله انت اللي خايف تطير العروس من ايدك. امي ليش عم تعوضيني مع وصاها؟ خلص امي، انت قوم تهون على شغلك وخليني اعرف اتصرف. مالي رايح على شغلي، لروح لعند خالتي ام درويش، والا امي جاي لعندك لتروحوا لعند الجماعه. امي بوس ايدك لا تعلي قلبي بهالقصه. خلص روح إلا اليوم. اليوم؟ وإذا بدك كمان اشحطني من هلا قبل الشحادة وبنتها. خاطرك يا مو. وين؟ وين ماشي؟ ما بدك توصيلي اللحام؟ إيه شو بدك وصيلك يا؟ تقبرني بدي إياك توصيلي رطل صفيحة ونص رطل كباب هندي. تكرم عيونك غيره. أبدا تقبرني، روح تهون على شغلك. يلا الله معك. يا مو في إظافر خليه يسبقني على البايكة وقولي له لحجيب معي شوية فول وخبز تنوري، خليه ياخد معه هو بندورايتين وفحل بصل وشوية زيت. لك قريضة شو بيجيبوا لك من عند الفوال؟ رح يطلع خلقها. روح قوام، روح من خلقتي، هلا بفيق أبوك وما بيلاقيك من جنب منه بكون بروش. خلاص لك روح. يخرب بيت قلبي كبر على غفلة، السنة الماضية ما كان فيه. خلص رح جوزه بسرعة. خلص الله يرضى عليك ربي. صباح الخير يا عمو. نيالة اللي عم تدعي له من الصبح. لسالم تقبري، يسعد لي هالصباح اللي بيرد الروح. ما فاقدي رح فيقه لبين ما تعملي له قهوة. حاضر. اي احلى صحن مسبح لعيونك يا بي. السلام ورحمة الله. مين صحة؟ قلبك سواد عزوه. الله يسلمك ربي. يسعد أبو محجوب. أهلين عم يعزوه. شو كانك عم تستنى حدا؟ إيه والله. يعود خليني طاميك صحن فول لبين ما يجي لي عم تستناك. والله يا عزو ما في نفس حط شي بتمي، كتر خيرك. خيرك سابق شو هالحكي؟ ما قلت لي شو صار بقصة الدينة؟ إن شاء الله رح تنحل. ها والله فرحتني من صمصومة قلبي. يعني ابن خالتك رجع لك مصاري؟ لا والله، هلا جاي الدلال ابو ياسين ليتمن البيت، وان شاء الله حق البيت بيوفي هالديني. شو عم تحكي لك ابو حجوب؟ بدك تبيع بيتك؟ وانت اولادك والعيال وين بتصفوه؟ بناخذ بيت كري والله ستار. شو عليه؟ ونعمه بالله. ابو محجوب شو رايك احكي لك انا مع كسام؟ بركي بيستنى عليك كم يوم، ما بتعرف بركي زار ابن خالتك. لو بدها تبطل كانت غيمت لك عزو. بعدين كسام ما قصر، الزلمه مهني كثير، انا كفلت يعني لازم زد. وكل الله ابو محجوب وكل الله، ما بعد الضيق الا الفرج يا بي. ونعم بالله. السلام عليكم. مرحبا يا رجال. وعليك السلام. اهلين جال. يلا بخاطر. يسر الله معكم يا بي. يسر درب السلامه. عزوم مشيت اموره ابو محجوب؟ لا والله يا شكري، قول خربت اكثر واكثر. العفو. بتعرف زلمة ابن حارتنا وجارنا، ما بيسوى هيك يضل بسقاه هو وعياله بنوك. ايه شو بدنا نعمل له؟ نسد عنه؟ شكري. شو خلي لي عينك تكي على المحل بمعيتك. اما وين راح هذا؟ انا بطلع عزو. ياسين عينك تكي على الدكانة. يلا شيتك. تفضل. يستمو ديك. ايه لك انا عمي المختار، لانه العرف والاصول بيقولوا انه الزلمه لازم يرد ديني هو ماله اخذ من هالشيء، والعرف والاصول كمان بيقولوا انه نحن اهل حارته ولازم نوقف معه. الله يكملك بعلك يا ابني. وهلا قبل ما تفوت كنت انا والمختار عم نحكي بنفس الموضوع. اخي خير البر عاجله، روح انت شوف شباب هالساحه وكل واحد شو الله مقدر له يدفع، وهي انا والشيخ محمد بدنا نشوف الكباريه ونشوف كمان شو طالع مخاطرون. هاي انا اول واحد. الله يرفع مقامك عم المختار، وانا هلا بوشي على الساحه رح شوف كل مين شو بده يدفع. توكل على الله وخلي القصه بيني وبينها، لا تجيب سيره ابو محجوب نهائيا، قول واحد من اهل الحاره. لعيون التنتين مختار، لا توصي حريص. السلام عليكم. تفضلي خالتي. يتقبر قلبي على هالاستفاده، والله بعمره ما حدا استفقدني بعرق في الصاريضه.
وزين؟ عندي زين، بس يلا زيادة الخير خيرين تقبرني. سلامة خيرك تقبريني، والله يقدرني لحججك. ها، إن شاء الله بيعيشوا إيديك ويخلي لي إياك يا سالم، ابن أختي بدرية بنت شكرية. يلا تعال حالي. اشرب قهوة خالتي. ايه خالتي بشرب. والله بيني وبينك حاسس حالي ميت من الجوع، وجعبالي القهوة والشاي اللي بدك. ليش امكن ما بتعملكن قهوة قبل ما تطلعوا على الشغل؟ ما بتعمل لنا. يا لايونة شو كسلانة، يا دوبة تبلع على كل درس لون مرت ابو الدهر. لك الدغري امك من صغرها شرنة وكسلانة. قايمة اعمل لك قهوة. يو مين اجانا هلا بيا الوقت؟ خالتي موتوا عندك تي. يا لامتي الهي، لك جحي جابوت وجحي أخي، والله اللي خلق الخلق بتلبقله الزعامة. شو بدنا بهالحكي؟ اسمه فعل. وبقية الزعماء الضاضين مالهم رجال؟ مو هيك قصده أخوك يا أبو دياب، مو هيك قصده. شو قصده لك هان؟ إنه الزعامة خلقت خص نص لأبو داغر والباقي دبان؟ اصبط كلامك أبو دياب. مين حلوة منك أخي؟ مين حلوة؟ شو هاي مين حلوة؟ بكل قعدة وبكل جلسة بتصغرنا بتصغر الزعماء، وحامل بيرة أبو داغر وماشي كأنك بتشتغل عنده. صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي. نحن بدنا نلملم حبات المسبحة ونركب لها مادنة، مو بدنا نفرطع الحبات ونكسر المادنة. يا مختار، ابنه لأبو داغي ما بيتكنس من عند المواخير والمغازي. انت ما دخلها يا انت شلون عرفت؟ ما بنكم. مرة اخذوني رفقاتي رحت سهرت هنيك، قالوا لي انه بتم رايح شاي على هديك القرنه. اسد حلقه، انت مالك عرفان عن مين عم تحكي؟ مو عن ابنه لأبو داغر الصغير؟ اخلاص، هذا الزعيم ولاده مثله اشراف اطار ما بنحكى عليه. خلاص تمام يا ابو دياب، خلاص تمام، دخلتها.